فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من اشترى بيتا بمال حرام ثم تاب إلى الله بعد 5 سنوات والتزم بالسنة وما زال يسكن في هذا البيت، يقول: هل يمكن له أن يمكث فيه أم لا بد أن يتخلص منه؟ تصدق بقدر المال الحرام، تصدق به تخلص من المال الحرام ويسكن في البيت. إذا تصدق بالمال الذي شرى به البيت، طلع ما يقابله تصدق به، يصبح البيت جائزا له. نعم.